بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باكر وجودنا تغيير النظام رؤساء ثلاثه، لان قالت عبد المهدي حل البرلمان حل الحكومه باكملها، هم على اساس حلوا المجالس المحليه، اذا حلوهم شلون يدعونهم الرواتب؟ يعني اذا الحكومه هاي باطله، لان هاي الحكومه احنا نريدها حكومه فاسده كلها، حتى الاتحاد الرياضي كره القدم فاسد، اللجنه الاولمبيه فاسده، الصحه فاسده، كلها فاسده، ما عندنا لا وزير لا بلديه لا اي شيء كان، كلهم فاسدين. فاحنا نريد تغيير النظام، زين ان شاء الله تغيير النظام ان شاء الله المصير باكر. من الوقاحه تنسى فعلتك وتحاسبني على رده فعلك. فعلا انت تموتني وتحاسبني على الشهور. طعتياتي مقر على مو شنو اسمه قمريه مال مرور مقر عليها، ما يتحسب انه هذا الشهيد انطى دمه وراح. زين هالشهداء راحوا، هم يعطون اعلان بالتلفزيون على اساس 157، مو 157 اكثر 157، بس ما تلقى اعلاني انطى نبيه بالمية، أبو ما يدري، بس ما تلقى اعلاني من عدد جرحى هسه من المستشفيات كليتهم اصابات خطيره وقويه، وحتى علاج ماكو، اي واحد من الناس انجرحت فيها اول ثاني يوم رحنا بالمستشفى الكندي راد يحتقلونا انهزمنا. زين حاطين شرطه هناك وحاطين من ضمن كادر بوزاره الصحه ينادي عليهم يحتقلون الناس، زين بداخل المستشفيات محتقلين هواي عندنا، زين عبره واكثر من الجرحى بس الاعتقال احنا عندنا، زين والجرحى عندنا اصابات خطره يعني وزير الصحه لازم يعتني بهم، اصابات خطره قسم العدم ما يقدر يجي المستشفيات خايفين انه من الاعتقال مالهم، اصابات خطره هواي موجودين في بيوتهم، اكو قسم العدم حتى والله الجرح مالهم خاص، زين والله حتى الجرح مالهم خاص، الله اكبر على الحكومه، زين الله لا يوفقهم ان شاء الله، حكومه فاشله من عادل عبد المهدي والبرلمان وكليتهم، كليتهم مالتهم، تلعق على ان شاء الله، في حيل الله باكر كلهم.